بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزة، الشهر جاهز، وبعدنا معاه بكرة. يلا بقى. ما انت كريم يا رب. قعدت على الأوراق كلها تمام؟ تمام يا فندم. وانتوا الفلوس اللي وصلت لكم مظبوط؟ مظبوط. فريق بيه ممكن تمضي؟ فريق بيه، فريق بيه، نعم ممكن تمضي؟ يا ما انت كريم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. وهنستلم الفيلا امتى؟ بكره ان شاء الله. وباقي الممتلكات في خلال 3 ايام على خيرة الله. السلام عليكم. مبروك. السلام ورحمة الله. ناقصين 30 جنيه. عد فلوسك كويس. انا عددهم 3 مرات. ال 3 مليون ناقصين 30 جنيه. معاك 3 مليون جنيه لوحدك وبتدق على 30 جنيه. يلا زكاة عني وعن عفيتي اقبلوهم على عينيكم. ان شاء الله هتشتري بهم شيش تحطوه في عينيكم وتتغمسهم. ده تكون نقطة. السلام عليكم. على فين يا فريد بيه؟ راجع البلد قبل المغرب ما يبدا. البلد ده انت اتجننت؟ انت تنسى البلد دي نهائي. ليه؟ ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدكم ومعاك 3 مليون جنيه؟ وهي يعني؟ شوف بقى، انا هبني مسجد، هبني مسجد وهعمل مشروع تربية دواجن، وهجيب جمجموسي على معزتين، واعمل اصلاح زراعي خصوصي. نكايتك الوكيل فريد بيه. بلد صغيره زي بلدكم، الناس هتلاقي معاك الاموال دي كلها، مش هيستغربوا؟ ايوه طبعا هيستغربوا. انت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل؟ طب دلوقتي وخطبت؟ لا سيبك منها بقى، شوف انت بقيت فين وهي فين. لا 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 يا نريمان هانم الا دي. على كل حال انساها دلوقتي، وبعدين هنلاقيك 100 صرفة وصرفة. طب وانا هعيش فين دلوقتي؟ في مصر، القاهرة. هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوة بحد. ايوه بس ما بسش، هو ده عين العقل. وانا يا سيدي هدبر لك عيشة قبها في القاهرة. انا بيتي موجود وتحت امرك. وانا جاهز وفي خدمتك. ولا بيتك ولا بيتها. بس انتوا هتتخانقهم. شوف انا عن اهلا وسهلا، انا هنزل عند نريمان هانم لغايه ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته. بس انا عايز اروح البلد برضه. ليه تاني؟ معلش مشوار ساعه الزمن. نوصلك ونستناك. بس اوعى تجيب سيره لحد. ايه انت فاكرنا عبيط؟ عنك. وانت فاكرنا عبيط ولا فاكرنا عبيط؟ ولا فاكرنا عبيط يعني؟ زينب يا زنوبتي. شعبان انت كنت فين؟ ده وكيل الاصلاح سأل عليك وخصم لك 3 ايام وقال الراجل ده ما ينفعش يتثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك، قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر؟ ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما ايه هايله. ايه؟ تتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا؟ ما هو انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي. انا هروح مصر، يعني هرست حالي واروق الاناني واجي لك على طول. مره واحده؟ لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى، مش لاقيين خلوه شقه هنا هنلاقي في مصر. ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا هيسهل. بس انت مفيش دعوه انت. طب بس انا مش فاهمه حاجه خالص. ما هو انا هشرح لك بعدين، بس اصل الوقت ضيق وفي جماعه قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانه بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان زين، انا عايز منك طلب. ايه؟ عايز قشين سلف؟ قشين ايه انت رخر؟ امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعه المغربيه وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الاطلال اذكريني. فوتك بعافيه. مع السلامه يا شعبان. ما تجيبي قبله ساخنه. يو يا شعبان. طيب فوتك بعافيه يا زين. مع السلامه يا شعبان.
خلي بالك على نفسك. وده شعبان. اهلا 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 سعاده الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي، وكنت مدلدل رجليا الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيليكس، عارف انت التيليكس؟ قالت لي الولد الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولد؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفوا بيك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. حد يلبس جرافاته زي دي يا راجل؟ كركبت في مفاصلك. امشي امشي يا ولد، انت مرفوض. كركبت في مفاصلك وحش. تفضل يا فريد بيت، تفضل البيت بيتك. محاسن محاسن. ايوه اهلا. الحمد لله على السلامه. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي، باين عليها انا ريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهورات. خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى، وبكره الصبح هجيلك. اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك وقتك. استحمى، تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، وحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمه؟ لا متشكر، متشكرين قوي. نعم متشكرين قوي قوي قوي. لا أنا ما بشربش الحاجات دي. اشرب، دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. أنا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما أنا جنبك مش هتقلب بغم أبدا. اشرب. ما تقدرش تتصور أنا سعيدة بيك قد إيه يا فريد. قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجبني. دي كباب؟ كباب دي؟ اه. اصلي من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ اه. عيني كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بين الحلال. لو لقيته انا عبديه بعناية. حلو قوي اللحمه دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيله كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هي ده اللحمه دي بتلو بتلو. فريد. نعم. انا شايفك مش مستريح في القعده. تحب اشيل لك الشنطه بمعرفتي؟ لا ده انا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟
أنا مش مستريح قال. أنا هدخلك دنيا حقيقية، هخليك أسعد إنسان. أنا عايز أنام. طيب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمة دي هايلة. متلو. تصبحوا على خير يا غادة رشيد. ربنا يكتر لنا من لحمكم.